لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء إعصار هايان الذي يعد أعنف الأعاصير التي تعرضت لها الفلبين هذا العام، برياح تبلغ سرعتها أكثر من 300 كيلومترا في الساعة. إعصار هايان اجتاح الطرف الشمالي من إقليم سيمبو بعد أن مر على جزيرتي لايت وسامارا. صنف على أنه عاصفة من الفئة الخامسة محملا برياح بلغت سرعتها 275 كيلومترا، فيما وصل ارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار، يقول أحد سكان المنطقة. لقد رأيت أمواجا كبيرة جدا، ولقد أخبرت جيراني بالمغادرة مباشرة كي نهرب، لأني ظننت بأنه تسونامي. وقد لجأ نحو 1 مليون شخص إلى أكثر من 20 إقليما. في غضون ذلك أوقفت السلطات حركة النقل الجوي والملاحة البحرية، كما أغلقت المدارس والمراكز التجارية، فيما أخذت المستشفيات وفرق للطوارئ تستعد لعمليات الإنقاذ. ومن المتوقع أن يغادر الإعصار البلاد يوم السبت ليتجه إلى بحر الصين الجنوبي، حيث يحتمل أن يكتسب قوة في طريقه إلى فيتنام والصين.